ام عمرو ام لثلاث عيال اضطرتها الظروف انها تقف جنب جوزها وضمانته في كمبيالات عشان يشتري تاكسي لانه شغال سواق، لكن الزوج هرب بعد تراكم الكمبيالات، والنتيجه انها اتحكم عليها بالسجن 4 سنين. البرنامج قدر بالتعاون مع مؤسسه واحد من الناس ان احنا نسدد المبلغ المستحق عليها 10,000 جنيه، وخرجت والحمد لله من السجن. تعالوا نشوف فرحتها بعد خروجها من السجن. شركة يعني مشهورة وكنت ضابطة جوزي الله يسامحه بقى، واتحبست بسببها وسبت أولادي التلاتة بره ما عرفش عنهم أي شيء، ودخلت السجن. طبعا كان مدتي 3 سنين و6 أشهر، وكان المديونية اللي عليا 9,000 جنيه. أولادي كان بيصرف عليهم ولاد الخير، انا كنت بقول لهم اهم حاجه اولادي، انا مش مشكله، انا كده كده محبوسه مش مشكله، انا اهم حاجه عندي ولادي بس ان انتوا تخلوا بالكم منهم، انا مش مشكله. وحتى يعني المفروض والدهم وانا محبوسه حتى يسال عنهم، فما كانش بيسال عنهم خالص. فوانا محبوسه اولاد الحلال يعني ناس وجيراني وكده جري وراحوا لواحد من الناس وجم دفعوا لي الفلوس وخلصوني، جابوا لي المصالحه وخلصوني. لحد ما طلعت من السجن خالص فضلوا معايا لحد ما خرجوني من باب السجن يعني، وخرجت والحمد لله. الحمد لله من ساعة التجربة اللي انا خضتها دي وانا الحمد لله عهدت نفسي وعهدت ربنا ان انا مضمن ما اكتبش اسمي، حتى اجربه كده ان انا اكتبه في ورقة فاضية الحمد لله، عشان خاطر ابص لعيالي اللي 15 شهر اتبهدلوا دول، شافوا الذل شافوا المهانة. يكفي ان ابني وهو في المدرسة المدرسة بتقول انا ما بشوفش ماما، قال لها اصل ماما قاعدة مسافرة وجاية. كنتش مصدقة خالص ان انا رجعت لهم تاني، لان انا كنت يعني يأسة ان انا هطلع من المكان ده، كنت حاسة ان انا هموت فيه مش هطلع منه. فاول ما قالوا لي خلاص انت مروحة ما صدقتش، قلت لا مش ممكن، انتوا بتضحكوا عليا، عشان كنت بعيط ليل ونهار انتوا بتضحكوا عليا. قالوا لي لا احنا ما بنضحكش عليك انت مروحه. ربنا يكرمهم يا رب يجزيهم خير ويديهم الصحه ويديهم كمان وكمان يا رب من خير ربنا، يديهم كتير يعني كتير كتير ربنا يديهم، لان هم بيعملوا خير مع الناس ربنا يجزيهم خير ان شاء الله. الحمد لله البرنامج بالتعاون